والحمد لله اليوم في قطاع الأفراد اقتربنا من الرقم اللي احنا حاطينه لنا كهدف أولي. احنا عندنا أهداف على فترات متعينة، الهدف الأولي ان نوصل 10%، واحنا قريبين جدا، وفي بعض الأشياء وصلنا اوريدي 10% اللي هو الهدف مالنا. ما هي القطاعات الأخرى التي وصلتم فيها أيضا إلى 10%؟ يعني أنا أقول لك في قطاع التمويل الشخصي مثلا، في قطاع حسابات العملاء الكويتيين، هذه يعني جزء من استراتيجيتنا أنه هو نكون حصة سوقية جيدة في قطاع العملاء الكويتيين، وفي قطاع التمويل الشخصي، في قطاع بطاقات الائتمان احنا تعدينا 10%، فلله الحمد يعني البنك في نمو مستمر وعلى حسب الخطط الموضوعة. تفضل. كيف أمكن تحقيق ذلك في ظل المنافسة الشديدة الموجودة في الكويت؟ انت بتكشف اسرارنا استاذ اسامه الحين، يعني الحمد لله فريق متكامل، خطط موضوعه، استراتيجيه موضوعه، وبعدين منتجات الخدمه، اهم شيء بالنسبه لنا موضوع تقديم خدمه العملاء، خدمه العملاء هي العامل الاساسي اللي نستند عليه، بالاضافه الى موضوع التركيز على التكنولوجيا، اليوم التكنولوجيا هي العامل الرئيسي في موضوع تعامل المواطنين مع الجهات المختلفه سواء حكومه او بنوك او قطاع اتصالات، التكنولوجيا ماخذه حيز كبير من اهتمامنا في بنك بوبيان وركزنا عليها واستثمرنا فيها كثيرا ولله الحمد.